السلام عليكم ورحمة الله and good morning. النهاردة أول حلقة من حلقات The Sat Masters. في الحلقات دي هنشرح إزاي نجهز نفسينا لاختبار السات أو SAT. معكم أحمد سليمان، ماجستير طرق تدريس اللغة الإنجليزية جامعة ساندرلاند في بريطانيا، وأستاذ اللغة الإنجليزية جامعة الملك عبد العزيز، وقبلها جامعة طيبة بالمدينة المنورة. الديسرتيشن او الرساله بتاعتي اللي قدمتها لجامعه ساندرلاند كانت عن تحويل التعليم لشيء ممتع جذاب ما فيهوش عقد ولا مشاكل. فهنلاقي ان جزء كبير من البرنامج بيعتمد على تحويل العمليه التعليميه لشيء جذاب ممتع، بدل ما هو نوع من انواع التعذيب، او احيانا بيكون زي ما هنشوف نوع من انواع السحل زي ما بنعبر احيانا. اول مشكله بتقابلنا هي ان في ناس كتير جدا سواء طلبه او سواء اولياء امور بيدخلوا الامريكان بنفسيه الناشونال. طبعا في فرق كبير جدا ما بين الناشونال والامريكان. في اولياء امور بيبقوا فاهمين الموضوع، هو بيقول انا عايز اخرج اولادي من قصه الحفظ والتلقين وان هو يحفظ حاجه معينه يخش يتسال عليها في الامتحان، يخرج من الامتحان خلاص الدنيا خلصت على كده، ما استفادش اي حاجه من التعليم. وفي ناس داخل بنفس النفسيه، فنلاقي ان اول حاجه بتقابلنا لستة الكلمات. اول ما بنخش السنتر، اول ما بنخش البداية نبدأ ندرس او كده، بندور على لستة الكلمات اللي هي الناس بطلوا يستخدموها تقريبا من السبعينات. يعني دراسات اثبتت ان مش هي دي الوسيلة الصحيحة لدراسة الكلمات او لـ how to acquire يعني new vocab، ازاي ان انت تكتسب الكلمات. احنا ما بنحفظش الكلمات، احنا بنكتسب الكلمات، وفي فرق طبعا ما بين الحاجتين. لستة الكلمات زي ما احنا هنشوف مثلا حاجة سهلة جدا جدا ان احنا نلاقيها، مئات الليستس مصممة للسات، مصممة لكل امتحان من الامتحانات، بس نشعر بالألم واحنا بنعمل حاجه زي كده. سهل جدا ان احنا نقول للولاد احفظ كل يوم 10 كلمات او 15 كلمه، الولد بيبدا يحفظ وبعدين بيلاقي ان النتيجه تقريبا صفر، وهو ده الواقع. تمام، ان دي طريقه بائده، طريقه اندثرت من العالم كله، مفيش تقريبا الا احنا بس اللي بنستخدمها دلوقتي. طريقه صعبه جدا، وفي نفس الوقت المحصله بتاعتها مفيش، يعني يا ريت ان هي مثلا حاجه مثمرة او كده. السبب ان انا هنا بخرج السمك من المية، يعني الكلمات عبارة يعني بنشبهها بالسمك اللي عايش في مية وعنده حياة وبيتنفس وبيلعب وبيتحرك وكده. طبعا المية اللي هي الكونتكست، السياق اللي هي الباسج اللي هي الكونفرسيشن اللي هي whatever، يعني الكلمة دي موجودة في ايه. فانا بخرج السمكة من المية والسمكة بتموت طبعا، وبتبدأ ان هي تبقى ملهاش جدوى، زائد ان هي لستة الكلمات زي ما احنا بنقول حاجة صعبة جدا جدا، وتبدأ طبعا الطالب ذكي فيبدأ يلاقي ان مفيش نتيجة، يعني بيبذل مجهود جامد جدا في ان هو يسترجع الكلمات دي، ولما بيشوف الكلمات دي في السياق ما بيقدرش ان هو يستوعب. هندي مثال بسيط، مثلا انا لو جبت واحد، تخيلوا ان واحد بيتعلم لغة عربية، واحد اجنبي بيتعلم لغة عربية، وجيت عرفته ان كلمة في لستة كلمات مثلا عين، وقلت له ان عين يعني عين اي، او شاورت له عليها او جبت له فلاش كارد او عرفت له اي طريقة من الايه من الطرق. وبعدين جيت قلت له مثلا ايه هيز ان اي اون ذا ايه اون ذا انيميز مثلا، تمام، فهيبدا ان هو يحصل له مشكلة هنا، يقول عين دي على الاعداء، يعني ايه عين اللي هي الجارحة اللي انا بشوف بيها دي على العدو، او مثلا قلت له انت على عيني مثلا، او اي سياق، او عين ميه. تمام، كلمه عين بتستخدم في كذا سياق، عين ميه يعني ايه عين
وميه، طب ايه الرابط ما بينهم؟ تبدا تحصل كونفيوجن كبير جدا جدا جدا، وده اللي بيحصل من لستة الكلمات. لكن لو جبت له كلمه عين في سياق مره، جبتها له ان هو عين بمعنى يعني شيء جدول او ستريم اوف ووتر يعني، تمام، ومره جبتها له ان هو زي جاسوس كده او يعني عين على الاعداء او كده، او ومره جبتها له برضه ان هي العين اللي هي اللي احنا بنشوف بيها، هيبدا الموضوع يتحل ومفيش اي مشكله. زي ما قلنا تاني ان موضوع ان احنا نجيب لستة كلمات ده موضوع سهل جدا، ونقول للطلبه احفظ كل يوم 10 كلمات 20 كلمه ونعمل لهم فيها اختبار، لكن بنقول ان ده شيء مؤلم جدا جدا وشيء صعب جدا، وللاسف لو شيء صعب ومفيد ممكن نعمله مفيش مشاكل، لكن للاسف الشيء ده مش مفيد يعني نسبه بسيطه جدا جدا جدا. طيب ايه البديل للموضوع ده اللي عندنا في السات؟ طب ما احنا عندنا ناخد السمك في الميه، ايه المشكله؟ الكوليدج بورد اللي هي وضع الامتحان عامله لنا برنامج جميل جدا بتقول لنا المواقع دي خشوا عليها واقروا بشكل حر فيها كل يوم 1 article 2 articles على قد ما تقدر. وفي برنامج جميل جدا يعني معمول بيعمل سكاننج للصفحات دي زي ما هنشوف، وبيبدا ان هو يقول لي ايه الكلمات الريليتد للسات. يبقى انا قريت استفدت ريدنج ان انا يعني ريدنج براكتس ان انا مارست ريدنج، وفي نفس الوقت اكتسبت الكلمات بشكل لطيف جدا. عندنا طريقتين مشهورين بقى في الحاله دي. الطريقه الاولانيه ان انا اقف مع كل كلمه، هي الكلمه جايه لي في السياق. خلونا نتفرج. يعني مثلا احد المواقع الظريفه جدا اللي الكوليدج بورد ريكومندد وقالت الارتكلز اللي بتيجي في الريدنج قريبه ليها جدا، اللي هي الساينتفك باسجز يعني ناشونال جيوغرافيك. الطلبه بيحبوا الموقع ده جدا، بيخش كل يوم بيختار اي توبيك هو بيحبها وبيضغط عليها. مثلا نشوف مثلا these animals spawn the most offspring in one go مثلا، بنخش عليها بنلاقي article. عندنا التول الجميلة قوي دي، سهلة جدا ان انا اسطبها على البرنامج، بدوس عليها الدور بتاعها هي دلوقتي بتعمل سكاننج للصفحة، تمام، وبعدين بلاقي ان في بعض الكلمات هايلايتد في الصفحة. الكلمات دي هي الكلمات اللي بتتكرر كتير في اختبار الاس اي تي. ببدا ان انا اقرا الباسج واجي عند الكلمات دي. دلوقتي بقى في قدامي حل من اتنين، يا اما ان انا اعتمد على البروسيسنج اللي هو اوريدي موجود في عقل الانسان، ربنا عامله كده، حتى هم بيسموه دلوقتي الديفاين سورس يعني العامل الالهي، بيقولوا ان في حته الهيه كده او في حته خلقيه موجوده في عقل الانسان بتسهل له موضوع اكتساب اللغه. الكلمه دي هتتكرر قدامي مره اتنين تلاته خلاص المخ بيكتسبها تلقائي، زي ما الطفل الصغير كده بنكرر قدامه الكلام او بنتكلم قدامه فبيكتسب الكلمات. في ناس لا بتحب والله ان هي تبقى يعني مور سبيسيفيك وكده، تمام، فبيجي عند الكلمه دي بيدوس عليها بيطلع له معنى الكلمه وبيطلع له اكزامبلز وبيطلع له الكلمه دي في قواميس ثانيه، تمام، يقدر ان هو يخش ويقدر ان هو يعني يشوف اكزامبلز ثانيه عن الكلمه دي، تمام. خلاص قرينا 1 article 2 articles or more على National Geographic، اخش على موقع ثاني برضه الكوليدج بورد ريكومندد زي مثلا The Economist. بعض الباسجز اللي بتيجي للسات بتيجي عن الايكونومي، واخش على اي حاجه. للاسف الشديد يعني حظنا النهارده طبعا المأساة اللي حصلت في مصر الايكونومست جايبه عليها، طبعا دي حاجه ولكن للاسف الارتكلز ده محتاج سبسكريبشن يعني، تمام. في طبعا على الموقع ده في حاجات كتيره جدا فري اقدر ان انا استفيد بيها وكده. خلصت الايكونومست بخش على الموقع اللي بعده برضو بيتكلم على الساينس. في عندنا هنا برضو they recommended the New York Times. الطالب فري جدا، الطالب حر جدا يختار الحاجة، اولا يختار التوبيك